اهلا ومرحبا بكم من جديد ضلال الاصيل، نتواصل برفقه كل الاحباب الاصدقاء الذين انضموا الان للمتابعه الى فقرتنا الثانيه من هذا المساء، وفيها ارحب بضيفتي داخل الاستوديو الفنانه رجاء يعقوب حسين الشهيره برجاء كوبر. مرحبا بك حبابك. مرحبا بك يا استاذ. مرحبا بك حبابك عشان رجاء كوبر. الكوبر الميلاد والنشا، اتكلم برضو عن اسم الشهره بارتباطك بكوبر. انا اسمي رجاء يعقوب حسين يعقوب، ساكنه في كنت ساكنه في كوبر في شلاق البوليس، وحاتي حاليا ساكنه السامراب. حبابك عشرة، خلينا قبل ما نبدا في ونستنا نهدي المشاهدين اول حاجه، لحنا اول وبعد ذاك نرجع نتواصل. نسمع شنو اول حاجه؟ خلاص نسمع يا خاسم يوم يرجع يوم ان شاء الله. إبراهيم حسين، هذه الأغنية التي شكلت الوجدان السوداني على مدى سنوات طويلة. أعود من جديد وأرحب بضيفتي داخل الاستوديو رجاء كوبر. رجاء، الإشلاق في كوبر كان عنده دور كبير جدا في تكوين شخصيتك الفنية، تكلم برضو عن أجواء كوبر والإشلاق ومتين بديت تغني والمراحل الأولى للأغنية دي. أنا بداياتي كانت من الابتدائي، كان يعني في سنة الصف الخامس، كان أستاذة مودة يعني أنا بذكرها يعني ما عارفة هسي وين، إن شاء الله تكون بخير. وتاني يعني دخلت في الكورال بتاع سلاح النقل والتموين، كنت معهم في الكورال واشتركت في مهرجان الجلالات الأول كان معهم. جميل، حنجي للاشتراك في المهرجان ده لكن نشوف الأغاني الأولى اللي بديتي تردديها اللي بديتي بها في المراحل الأولى. والله أنا أساساً كنت بغني لعثمان الشفيع والعاقب محمد الحسن، كان أغنية خاصة أغنية حبيبين إحنا اتلاقينا مرة هي كان اشتركت بها في الدورة المدرسية، وكان الفنان صلاح محمد عيسى كان أغنية أنا بهواك دي كان فزت بها في الدورة المدرسية كانت في الثانوي، ويعني أغاني كثيرة أستاذ سيد خليفة الله يرحمه. طيب كيف انضميتي لكورال سلاح النقل؟ أخذوك وين؟ شافوك وين؟ في المدرسة، احنا مدرستنا كانت سلاح النقل والتموين زمان، يعني هذي كانت بقت اسمها ما عارف اسمها شنو، لكن كان زمان اسمها سلاح النقل، يعني هم سلاح النقل جو اختاروا البنات يعني من المدرسة ذاتها، من ضمنهم انا يعني كانت اكتشفتني الاستاذة كان من قبل فترة اختاروني هم، يعني هم لهم الفضل انهم يصنعوني هسي، يعني انا بقيت رجاء كوبر. جميل، احنا حنواصل هذه المؤانسة المسائية مع الفنانة رجاء يعقوب حسين، رجاء كوبر هذا الاسم الفني اللي موجود في الساحة الفنية بتأثير وبأداء، ولكن فاصل قصير ونعود. عدنا للتواصل برفقتكم مساء، نحن وأنتم وضلال الأصيل، ضيفتي داخل الاستوديو رجاء يعقوب حسين الشهيرة برجاء كوبر. مرحبا بك حبابك عشر من جديد، والإهداء الأول للمشاهدين. والله بهديه لكل حبايبي لكل ناسي ولكل الأسرة إن شاء الله. جميل، نسمع يخاصم يوم يرجع يوم. يخاصم يوم يرجع يوم. إبراهيم حسين الله يرحمه. We'll be right back.
يا سلام، شكرا يا رجاء. وهذه الكلمات المنتقاة بعناية محمد عثمان كجراي بن الشريق وابراهيم حسين، ربنا يرحمهم جميعا. وده بيقودنا لسؤالنا الجاي، وهو مشاركتك في مهرجان الجلالات. كلمينا عنها شوية، المشاركة دي الزمن ذاك. طبعا أنا كنت طفلة طفلة يعني، كنت كان عمري 9 سنة يعني. كان مشاركة جميلة يعني، كان يا داب، وكان هم عملوا الفكرة بتاع مهرجان الجلالات الأول. هسي بقى مهرجان الإبداع العسكري حاليا. وناتي ذات انضميت للجيش يعني. ناتي أنا كنت اشتغلت المهرجان الجلالات الأول، وجيت اشتغلت المهرجان 17. جميل. يعني فكرته زمان كانت جميلة، وبالرغم إنه كان فوزنا بجائزتين، كان أفضل لحن وأفضل كلمات. نشوف من اختيارك في المدرسة لو بتتذكري كيف تم ترشيحك، وبعد ذاك البروفات اللي تعملت والأغنيات اللي شاركت بها. والله أنا أساساً في الابتدائي ما كان بيتيحوا لك فرصة إنك تغني الزمن ذاك، كان بتمدح وبتقول أناشيد وطنية. لكن في الثانوي طبعاً في الدورة المدرسية بيتيحوا لك إنك تغني يعني تراث، تغني شعبي، تغني حديث، إلغاء شعري، حاجات زي دي يعني. في الثانوي أنا لقيت يعني مساحة كبيرة إني أغني فيها. جميل. قبل ذكرت لي في بداية حديثنا إنه يعني العاقب محمد حسن وسيد خليفة ربنا يرحمهم كان عندهم دور كبير في مسيرتك الفنية، فنتكلم عن تأثرك بهم ودعمهم بأغنياتهم لمسيرتك الفنية. والله أنا متأثرة بهم يعني، كان شديد سيد خليفة يعني، خاصة أغنية علمني حنان، والعاقب محمد الحسن بأغنية أنا بهواك كان. طيب أنت لما تجي تختاري أغنية معينة عشان تغنيها بتختاري كيف؟ هل في ناس معينين بيرشحوا لك؟ إلا حسة من جواي يعني، الأغنية دي بحس بيها يعني، إلا حس بيها حتى أنه يلا أقدر أغنيها. طيب هسي حتختار لنا يا أغنية؟ هسي حغني كناية حغيبة يا مدلل. جميل، نسمع يا مدلل. أيوة.
الاختيار الجميل. وسمعنا يا مدلل وسمعنا من قبلها لإبراهيم حسين، ده بيخلينا نسألك السؤال الجاي، هو الغنى الخاص، هل عندك غنيات خاصة؟ وإذا كان عندك لمنو من الشعراء والملحنين غنيت اليوم؟ عندي أي أغاني خاصة، وأول شيء أنا دعمني أساساً أستاذ عبد المنعم الغول، الله يطول في عمره، هو اللي اداني الخمسة أغاني اللي مشيت أجست بها الصوت وعملت بها الرخصة من 2012. من 2012 بتغني؟ أيوة. جميل. هل لا، الرخصة اللي ادوني لها لمزاولة المهنة. طيب صحيح. أنا داري أشوف الشعراء منو اللي تعاملتي معاهم ويا أغنيات عندك؟ هو عبد المنعم الغول. ده خمسة أغنيات أول، يعني زول يعني أول تعامل ووقف معايا. أيوة. وتاني تعاملت مع أستاذ الكمبلاوي برضو، وهذه إن شاء الله أستاذ التجاني حاج موسى إن شاء الله اللي يطول في عمره برضو، إن شاء الله اللي قدام حيكون عندي تعامل معه إن شاء الله. طيب بلحن ليك منه، هل هو أنت بشيل الكلمات ملحنة ولا بتلحني براك؟ والله أستاذ الكمبلاوي أستاذ الداني لا ملحنة، أستاذ عبد المنعم الغول برضو ملحنة، يعني كلمات جاهزة ملحنة، أستاذ التجاني برضو إن شاء الله يعني حشيل منه نصوص وحمشي لحينا إن شاء الله. جميل. كم عدد الأعمال حقتك لحد هسي؟ والله عندي أعمال أساساً جاهزة وقرابة أنا الـ 12 عمل. 12 عمل. أيوة. جميل. نتكلم عن دوركم كفنانين في ارتقاء بالأغنية السودانية، يعني تختاروا يا نوع من الغناء. والله أنا ذاتي أساساً بالذات يعني هذه الغناء يعني الحايم في الساحة الفنية ده ما عاجبني، يعني ما عاجبني لأنه ما أقدر الغناء الهسي، لكن أنا بختار الأغاني خاصة اللي فيها الكلام الجميل، اللي فيها الكلام الحلو، سواء كان لفنانين وشغلنا بتاع التراث، حتى أنا اليومين دل بفتش في غنانا القديم بتاع التراث، حتى في الأغاني بتاعت الحفلات بشتغلها، يعني أثاثا لأنها أثاثا جميلة وما ركيكة، كلماتها ما ركيكة. طيب نتكلم برضو عن المبدعين اللي دعموك في مسيرتك الفنية، منو من الناس اللي حابة تقول اليوم؟ والله المبدعين أنا بحييهم، ناس مركز شباب بحري خاصة الفرقة الموسيقية اللي معاي، أستاذ معاذ جوار وأستاذ عمار أنسة، أستاذ حسن، أستاذ محمد، يعني أنا بحييهم المصاحبة معانا يوم الليلة. أيوة. والباقيين برضو هناك في المركز بتاع شباب بحري، حي مركز شباب بحري كله، يعني هم الداعميني وهم الواقفين معايا اليوم، التحية كلهم. خلينا نختار الأغنية الجاية، أغنية سيرة بتاع التراث. جميل. إن شاء الله حجر الزلط. جميل.
الرجاء على هذه الكلمات الجميلة. ونحن على الخواتيم نسألك من رأيك فيما يسمى بغنى البنات. غنى البنات رأيك فيه شنو؟ غنى البنات طبعا جميل يعني. الغنى الزمان يعني الغنى الحلو زمان يعني جميل. لسه عندك طقطقة وامثال الناس من الخير وعش الفلاتية غنهم جميل يعني جميل شديد. طيب انت ناوية تعملي شنو في مستقبلك الفني؟ كلنا عم شوية عن مشروعك الفني يعني لقدام، شكل الاغاني اللي حابه تغنيها، التنوع بتاع الايقاعات اللي حابه تغني بيه. والله ان شاء الله في غنى بتاع تراث كثير حاطلعه لقدام، وان شاء الله يعني ناس المركز برضه داعميني، ناس مركز شباب بحري عندنا برامج كثيره حنعملها ان شاء الله، وعندنا منتدى اساسا بتاعنا بتاع المركز شباب بحري في بحري كل شهر بنعمله. نحن والله سعدنا بيك رجاء كوبر، ان شاء الله نتمنى انه اسمك اسطع في الساحه الفنيه باغنياتك الخاصه والاغنيات المسموعه وغناء الحقيبه. نورتينا اليوم في ظل الاصيل، كثر خيرك. تسلم والله. تسلم استاذ، شكرا لك. دي كانت مساحتنا اليوم في ظلال الأصيل، والتي تنقلنا فيها ما بين الكلمات المقفاة، الأشعار بين شاعرينا التجاني أزهري المراد واللبيب طارق، واختتمناها مع الفنانة رجاء يعقوب حسين، رجاء كوبر، هذا الصوت الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل في سماوات الإبداع ويشارك باسم الوطن خارج البلاد. رجاء نختم بلحن أخير. بشتغل أغنية غناية اسمه شنو؟ أسحار الجمال. نختم بأسحار الجمال. اشتركوا.
دهش